مع مطلع الألوفية الثالثة، لم يكن عدد الشركة التركية بالجزائر يتعدى 7 شركات. 22 سنة فقط كانت كافية لرفع العدد إلى أزيد من 1500 شركة، منها حتى مجمعات كبرى على غرار مركب النسيج الطيال بغليزان ومركب الحديد والصلب توسيالي بوهران. زيارة رئيس الجمهورية لتركيا هي الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها شهر ماي 2022، ولقاء هو الثالث بين الرئيسين تبون وأردوغان الذي زار الجزائر شهر جانفي 2020، الأمر الذي يترجم الحركية الكبيرة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرده التوافق السياسي الكبير بين قيادتي البلدين. أما من حيث الاستثمارات فقد شهدت أيضا ارتفاعا محسوسا، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات التركية هنا في الجزائر 5 مليار دولار، كما أن عدد المؤسسات التركية النشطة في الجزائر بلغ حوالي 1550 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، البناء والأشغال العمومية و الري والصناعة إلى غير ذلك. تأتي هذه الزيارة للرئيس الجزائري إلى تركيا من أجل إعطاء دفع آخر للعلاقات الاقتصادية التركية ودفعها وإحداث تطور كبير في الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات. وتيرة متسارعة وخطى ثابتة تشهدها العلاقة الاقتصادية على محور الجزائر أنقرة، شراكة تغذيها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، والتي تنطلق من العلاقات السياسية المتجذرة في التاريخ، الأمر الذي يسمح بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.